مرتاح. شكرا لحضرتك على الإصرار إن إحنا هنعمل امتحانات الثانوية العامة، عملناها. شكرا لكل واحد شارك في هذه المنظومة هذا العام. لا شكرا لحضرتك والله، وده شكري يعود على كل مؤسسات الدولة وكل زملائي، وإحنا مجموعة كبيرة ويعني مصر كلها بتسعد إن إحنا قدرنا كدولة ننظم حاجة بالحجم ده وتمشي على خير، وربنا أكرمنا جميعا، فالحمد لله على كل شيء. مبروك للولاد ولأولياء الأمور. طبعا الإيجابيات إن إحنا أصرينا لعمل هذه الامتحانات إيه كدولة؟ والله يا فندم إحنا يعني أكيد أولياء الأمور كلهم معانا وسامعين، إحنا عندنا 22 مليون طالب أو أكتر من كده، وتخيل حضرتك في طالب في كل بيت في مصر يعني، أو يعرف حد عنده ولاد، ده يمثل الشعب المصري كله، منظومة التعليم قبل الجميع. احنا ما سبناش طالب مصري واحد من غير ما ياخد الخدمة التعليمية ويستكمل العام رغم الظروف الاستثنائية، ينتقل للعام الأعلى بما في ذلك ولادنا اللي في الثانوية العامة وفي الدبلومات الفنية عشان مستقبلهم لا يتأثر. وبالتالي من ناحية الإيجابية الحفاظ على صحة الولاد وتعليمهم ومستقبلهم، ده الهدف الأسمى كان قدامنا، وأعتقد يعني تم بنجاح الحمد لله. وكمان بالإضافة لكده اكتسبنا خبرات كبيرة جدا في ظل هذه الأزمة في التعامل معها، يعني رب ضارة نافعة. الوزارة دلوقتي تمتلك من القدرات والخبرات إنها تقدر تنفذ منظومات بالحجم ده زي ما حضرتك شفت في المشاريع البحثية أو في الامتحانات الإلكترونية أو في الامتحانات اللي على الأرض في اللجان بالأحجام دي وبالأعداد دي، فده كله من الإيجابيات. يعني النهاردة ست وزير لو أنا هتكلم على أعداد، طبعا إحنا عندنا 600 ألف تقريبا طالب ثانوية عامة، لا أكتر، 680 ألف في التعليم العام و 770 ألف في الثانوي. طيب مع هذا العدد بالإضافة لمراقبين وغير وأمن وغير كل ده، حصل إصابات كام خلال الشهر ده امتحانات؟ والله أنا لو حضرتك وأنا بكلم حضرتك يعني هقرأ، مش هقول لك بقى أرقام من دماغي، أنا هحاول أقرأ زميلتي العزيزة المعالي الوزيرة هالة زايد بعتالي تقرير عن بيان الثانوية العامة عن أيام من 21 يونيو لحد النهاردة. الطلاب اللي هم كلهم اللي هم 1,400,000، حالات الإصابة المؤكدة 17، الاشتباه 322، والمخالط 34. ده الملخص بتاع الفترة كلها. المراقبين الحالات المؤكدة 2، والاشتباه 47، مخالط 11. أرقام يعني الإداريين المؤكد 0، الاشتباه 8، والمخالط 0. ده بالنسبة لنا نتيجة رائعة صح؟ لأنه كان الكلام وكذا وهيحصل. اتفضل يا فندم. لا يعني هو من ضمن 1,400,000 طالب الحالات اللي تم تأكيدها من وزارة الصحة 17. وطبعا محدش بيبقى عارف الإصابة جت من قبل ولا من بعد ولا أثناء، قدامي رقم فقط اللي احنا قلنا لهم ما يحضروش الامتحان لأن كانوا مصابين. فدول 17 يعني مش أصيبوا في الامتحان، هم كانوا جايين مصابين وبالتالي يعني فضلنا ان هم ياخدوا الفرصة في الدور التاني. فبالتالي في المنظومة اللي فيها العدد ده على مدار أكثر من شهر ده رقم رائع طبعا جدا. تقريبا 0%. نعم الناس اللي هم أصيبوا أو اشتباه أو غيره دول الدور التاني موقفهم هيمتحنوا. لا الدور التاني بعلامة كاملة، بعلامة يعني كاملة بياخد فرصته بالكامل طبعا. بالكامل. طيب سيادة الوزير النتيجة إمتى؟ متوقعة إمتى إن شاء الله؟ لا بعد العيد مباشرة إن شاء الله. النتائج الأولية اللي حد النهاردة، العينات اللي طلعت من أول يوم لحد مبارح، يعني النهاردة لسه طبعا لحد مبارح مثلا، بتقول إيه؟ مبشرة بالنسبة لكم؟ جدا، وأعلى من كل سنة، ويعني أعتقد إحنا بنعمل عينة عشوائية بعد كل مادة في علمي وأدبي ورياضة، وبنعلن ده يوميا بالأرقام ونسبة النجاح وكم واحد خد فول مارك أو يعني الدرجة الكاملة
علشان ونتأكد ان مفيش سؤال فيه لبس او فيه مشكلة، بندي بنفضل او بنبدي مصلحة الطالب وتكافؤ الفرص في كل القرارات.